أهلا وسهلا. تشربوا إيه؟ هو كين بيه جاي حالا. عموما هشوفه لكم، مستعجلين شكلهم. وبقى هات لي حبايه ولا اتنين من السجار دي، ابو هبه كان بيشربه. اهلا 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 يا حكم بيه. يا سلام، حكم بيه شخصيا في مكتبي، ده ايه الهنا والسعاده ده. قلت نتكلموا احسن، ادينا شهور بنعض في بعض نيه من غير لازمه. انا ماليش اي علاقه بموضوع ابو هيبه، انت عارف انا ما بحبش المشاكل. سيب اخوي في حاله وخلينا نتحرك. مالك ومال شغل خلف يا جدعون بيه؟ خلف ابنك؟ ايه شاطر بس جريء حبيبي. حد برضه يدخل كمية البودرة دي كلها من غير ما يمسي على أصحابه. كنت اللي بلغت. اقعد يالا. اقعد يا حبيبي. فوت يا خلف، فوت، جدعون بيه بيهزر معاك. احنا ولاد النهار دي مالناش صالح باللي عدى، عاوزين نجروا الفتح. تسيبنا في حالنا ونسيبوك يا ابوي في حالك؟ حد جرب على السلاح من يوم ابو هيبه؟ وانت عارف احنا نقدر ندخله في المكان اللي نعزوه، سلاح وغيره. اطلع برا، اطلع برا. أسيبك تشتغل في المخدرات زي ما انت عاوز، بس ليا شرط واحد. موافق. اسمع شرطي الأول. من غير ما اسمع موافق. انسى أبو هبة خالص، أنا عارف إن هو مش هيرجع زي الأول. نحط إيدينا في إيدين بعض، يبقى السوق بتاعنا بدل ما نتعارك، ونفتح الدنيا بحالها. عامر. أمر يا حكم بيه يا أخو الغالي. بجيت تتكلم كتير يا عامر. أقطع لساني يا باشا. اسمع، عاوزك تحمل الصناديق دي كلها. كلها؟ كلها يا عامر، ما عاوزش بندقية واحدة في المخزن. ليه يا حكم بيه؟ هنغير المخزن؟ لا. أنا بعت السلاح كله. واه، أمال هنشتغلوا في إيه؟ بطل ربط يا عامر، بقول لك السلاح كله يطلع من هنا ويروح العنوان ده. عنوان إيه يا بيه؟ الصناديق دي هتفضل هنا لحد لما يجي أبو هبة بيه. هو صاحب الأمر وهو اللي يتصرف. أنا هنا صاحب الأمر. ميسرة. أؤمر يا كبير. عالجو وبعد ما يروق احبسوه لحد ما تصرف. أمرك يا كبير. عايزك تحمل الصناديق في العربيات. تمام.
تروح بيها العنوان ده هيجيلك عطية توقف لحد ما تسلموا الحاجة. ها؟ تمام يا كبير. لازم تروحي مصحة، مش هسيبك تبهدلي نفسك وتبهدليني. وديني لصحابي، لا أنا مش عايزة أسمع منك خالص. أصحابي! اعتبري نفسك في مصحة من دلوقتي. أنا مش عايزة أبقى معاك، أنا عايزة أروح لبابي، عايزة أروح لبابي. اهدي ترى اصحابها هم اللي بيجيبوا لها ولا هي اللي بتشتري؟ هي انا اللي بجيبوا لها يا دكتور. انت اللي بتجيبوا لها وجاي تعالجها؟ اصلها صعبانه عليا، بس هي ضحكت عليا في الاول، كانت بتقول لي يعني هاخده كده يعني، والحقيقه لما كانت بتاخده في الاول كانت بتبقى لذيذه قوي. وبعدين بقت مدمنه، وانا خايف عليها قوي يا دكتور دلوقتي، احسن تموت ولا يتقبض عليها ويتبلغ عن اللي بيجيبولها. هنعمل لها التحاليل اللازمة ونطمن عليها، وبعدين نبعتها للمستشفى اللي تبعنا عشان نعالجها من الإدمان. بس خلي بالك الزيارة هناك ممنوعة. حتى أنا؟ خصوصا أنت، المفروض إنها تحس إنها لوحدها. الحق يا فندم، المريضة هربت. يا نهار أسود. حلو. إيه؟ حلو انها تهرب، والاجمل ان انا طاردها. بس يا ترى اكين المتعه في المطارده ولا في الفريسه نفسها؟ غريب اوي، غريب انك تقع في حب فريستك. وبعدين معاك يا رولا، وبعدين بس انا عارف اجيبك ازاي. يا قلبي يا حتة من قلبي، الحمد لله على السلامة يا نور عيني. أبوك يبصلي في يوم تبقى كده، بصلي بقولك حتة من قلبي. سيبها يا دكتور، خليها تلمس يدي، الجلد هيصرخ مني. نفسه يلمس حبيبه. ايوه يا احمد،
ابن خالك قفل موبايله، مش قلتلك ده مش دغري. طيب اوعى تسيبه، اياك بس ما تكونش بتداري عليه. يلا سلام. مش جاي لي نوم يا ماما. ليه بس يا حبيبي؟ تعال. طب قولي لي حدوته الجد ابو هيبه. طب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. جدك ده كان راجل طول بعرض ومقام، عارف كانوا بيغنوا له يقولوا له ايه؟ يغنوا له ايه؟ كانوا بيغنوا له هيو 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 هي حمزه دايب كانوا رعيناي، هيو 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 هي ياللي مليت البيت علي، خلي لي وخلي لي الكل وخلي لي الحمام في الكل، خلي لي وخلي لي الجارة وخلي لي القطة والفارة، هيو 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 هي حمزة دايب كانوا رعيناي، هيو 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 هي ياللي مليت البيت علي، وكان روحي من السما بجسمي جات، وكان دهم السرير دي مركب عايمة بجسمي على وجه البحر المجنون، معلش يا غنيمة العلاج في بلاد بره كده. Yes, doctor. The situation does not look well, actually. But he's very strong. I think he will get through this. I hope he will recover soon. Yes, me too. I'll do the best that I can. Danke schön, doctor.